600 مرتزق مسلح عدو من ليبيا إلى سوريا في أجازة بعد انتهاء عقودهم ليكشفوا مخطط تركي الخبيث، وهو تحشيد المزيد من المرتزقة للهجوم على سرت، حيث قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن بعض هؤلاء العائدون من ليبيا أكدوا بأن هناك عملية عسكرية تركية جاهزة بقيادة تركيا لمحاولة السيطرة على سرت والمناطق النفطية بليبيا. إن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا وصلوا إلى أكثر من 15,000. كما أضاف رامي عبد الرحمن بأن المرتزقة الذين عادوا أكدوا أن هدف تركيا هو السيطرة على مواقع النفط في ليبيا وبعدها تتوقف العمليات العسكرية، وأن تركيا قدمت لهم وعود بالحصول على مكافآت مالية إذ تمكنوا من السيطرة على تلك المناطق وخاصة سرت. وفيما يتعلق بأعداد المرتزقة وطريقة نقلهم من سوريا إلى ليبيا، أوضح عبد الرحمن إن أعداد المرتزقة في ليبيا فاق 15,000 من حملة الجنسية السورية، وإن عملية نقل المرتزقة من داخل سوريا للمعسكرات بجنوب تركيا توقفت خلال الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، إلا الذين كانوا في المعسكرات التركية نقل منهم بالفعل نحو 400 مرتزق جدد إلى ليبيا. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه يتم نقل مجموعات متطرفة موجودة ضمن مناطق درع الفرات من جنسيات غير سورية لليبيا، بعضها من جنسيات شمال أفريقيا، إلى جانب مسلحين آخرين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب، بلغت أعدادهم نحو 4,000 مجند. وأكد المرصد إن ما يقارب من 10,000 مرتزق إرهابي يستعدون للهجوم على مدينة سرت. أسماء العزومي، ليبيا الحدث.